في المشهدية. في المشهد الساخن، ضحايا بالآلاف بين وفيات وجرحى ومشردين، كيف سيتجاوز المغرب تداعيات كارثة الزلزال؟ في المشهد السياسي، وزيرة الداخلية البريطانية تثير الجدل بدعم تصريحات مسيئة للمسلمين، آخر مآزق سويلا بريفرمان هل يطيحها؟ في المشهد الاقتصادي، المصريون يحتفلون بيوم الفلاح، كيف يواجه ابن النيل تحديات المناخ وصعوبات العيش؟ في المشهد الاجتماعي، صيدلية إلكترونية للتكافل الدوائي في سوريا، أي أهمية لهذه المبادرات في الحد من الأزمة؟ المشهدية تأتيكم يومياً الساعة 7 مساءً بتوقيت القدس الشريف.